غالي لكم، نهاركم مبروك، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده، وان شاء الله هذا الفيديو يلاقيكم ولا الفلوغ هذا تاع اليوم يلاقيكم في احسن الاحوال. انا صافا الحمد لله بعد الضيقه اللي صارت لي صباح الله. دوكا شحال الساعه؟ راه التليفون تاعي هي الساعه هاي هاي مش تبان هاي لك هاي بريسك 8. انا راني نستونس نايضه من الصباح 6 ونص هكذاك لو طون قهويت مع الزوج تاعي شرب قهوتي غسلت ماني صباح الله، ومن بعد طاحت لي هذيك ماكسويل في الارض دارت لي واحد الديكا يعني طاحت منهم حليت هنا باسكو انا هنا نحط توسكي كافي سكر كلش طاحت لي طاحت هنا من هنا جات للارض دارت لي واحد حرحيره يا البنات يعني كما قال شديت غير لوكال تاعي برك وليت نقيت الحاله وكل كلش رفدت الزجاج. بعد اون فوا راح الزوج تاعي جوزني الشاف على الكوزينه وبعد جي بروفيتي مسحت الكولوار وسيقت تواقي تاع لا شومبر تاعي ديجا حليتهم وقلت اوموا باش تتهوالي لا شومبر. انا بنتي مازالها راقده، هاي لا شومبر تاعها هي هنايا، هي مازالها راقده وهنا هي لا شومبر تاعي. وليت حليت تتواقي شتهوالي شويه فوالا شو حالك شراوه ومغيم ماشي كامل تاع خرج اليوم مي نورمالمون عندي الحوايج اليوم ما عنديش ميناج عندي الحوايج بزاف الحوايج دوك لازم نغسلهم يعني سليله مي لازم نغسلهم لي كولور اليودا ونغسل لي تابل تاع سال دو بان تاني راهم نحيتهم البارح والاخرين كانوا مرندين وان شاء الله نبداو اليوم الفلوغ مع بعض. هايا تو تاع دوك البنات وليت ليكم بعد ما درت لا ماشين يعني فرزت لي كولور لي كولور لي بلون راكم تعرفوا بلا ما نقول لكم لازم توجور نفرزو لي كولور. الوغ قلت لكم دوكا جيست قلت قبل ما نطيب ولا كش ما نحط هكايا لبنتي ولا باش تفطر واش راني حندير قلت لكم نوجد ميك شيك كي العاده والعوايد وهذه المره ميك شيك اللي حنديرو بزاف بنين بلا كريم غلاسي يعني كنت فت وما حضرتهاش معكم هذه مي كنت فت وعدتكم وقلت لكم ان شاء الله في البروشين فلوغ نوريكم الطريقه كيفاش نحضر ميك شيك بلا كريم غلاسي. بيان سور اللي ما تحمش حاجه بارده ولا اقول لك خديتو اي في تي هدايا مي كوم انا نحب تسكي عصا بارده ولا نحب نجرب في نفس الوقت دي بو جديد هكذايا ما نقعدوش توجو لاسك انا ميك شيك بانان ميك شيك بانان حليب هذا ما كان. هاد المره درت كميه قليله بيسك انا وحدي في الدار بنتي بيان سور ما نعطيلهاش بيسك بارد عليهم قلت لكم درت كميه قليله تاع قس قولوا فنيجل هكذايا صغير تاع حليب باش ما تجينيش كميه كبيره وفي نفس الوقت باش ما تجينيش يعني بزاف مايه. فوالا لا كريم يعني حاني نتيليزي هذا اللي كان عندي في الدار و فاني فريز كاسيز انا هذا اللي كان عندي في الدار وانتوما تنجمو ديروا يعني اي لوغو اللي يعجبكم انتوما راكم حابينو يعني الطعم اللي راكم حابينو تنجمو ديروه بيان سور. انا نوريكم الطريقه ولكم الاختيار كيفاش تبدلوا ليغو ديالكم. درت كميه لاباس بها حوالي 3 مغارف كبار تاع لا كريم فوالا. وهنا واش راني حندير برك البنان البنات ما نديروش حبه كامله باش ما يجيناش ثقيل ثاني بزاف يعني وفي نفس الوقت باش البنان ما يقتلليش لوغو تاع لا كريم ديالي ما يتغلبليش عليه ندير نص حبه وندير مغرف كبيره تاع شوكولا غبره اي شوكولا غبره يعني لا مارك اي لا مارك تكون عندكم في الدار. توجور نقول لكم ما تتقيدوش باللي تشوفوه يعني ماشي شوف وحده في اليوتيوب حطت اون مارك ما باش انا دو اوف لازم انا نشري هذيك الماركه باش نحضر الوصفه. لا البنات حضري بالموجود يعني الموجود في الدار نحضروا به الوسم. انا دوكا لو كان جات عندي نوفا ولا زعما جيت نحبها ندير بنوفا نورمال يعني ما عندي حتى اشكال. انا جوست نعطيكم لي زانغريديون شوكولا غبره ثلاث ملاعق كبار تاع لا كريم غلاسي كميه قليله تاع الحليب ودوكا درت نص حبه تاع بنان. انا هذا البنان اللي يقعد لي ويطيب لي هكا بزياده نديرو وتاني دوكا ندرب كلش كيما راكم تشوفوا. هذا هو الميك شيك بعد ما وجد لي وهذا هو القوام اللي تحصل عليه
والبنايه البنات ما عندي ما نقول لكم بزاف بزاف بنين، جربوه نتوما وخلوا لي في تعليق في كومونتير اسكو عجبكم لوغو ولا لا غوسيت ولا لا لا، واذا ما في تحضروا قولوا لي في كومونتير. سينو انا هنا دوكا راني حندير مبسس، راني درت شويه ملح واستعملت هنا سميد متوسط مويان. لا مارك اللي استعملت هذه المره سا بروميير فوا حنجربو، هذا سيدي المجبر فوالا اسمو سيدي مجبر جو سي با ليسونسيال هذا هو اسمو. واستعملت المتوسط انايا، كي واحد نشيه في المكازان قال لي بلي شكر لي فيه، قال لي كامل يدو منه ويستعملوه ما في المقروط و... يعني قال لي ناجح بالعاميه. قلت انا نديه نجربو ونشوف، هذه هي حنايا سي صا لازم نجربو الحاجه باش نعرفو، ما نقعدوش لاصقين غير في ان سول مارك هكايا. دوكا هاديك المبسس راكم كامل تعرفو توجدوه وديجا واسيتو معكم في القناه ديالي في لي فيديو الاولين. انا باك اليوم مانيش حندير ني بالسمن ني بالزيت عادي، انا حنديرو بالزيت الزيتون، حبيتو مع هاد البرد شهيتو بزيت الزيتون عادي سامبل نورمال. ومن بعد ندير له بيان سور شويه نلمو بشويه ما دافي، وال ندير له شويه تاع ما زهر ماشي حاجه غير حاجه قليله برك في الماء. هذا ما كان سيتو اليوم جاني عليه هكذايا لوكو ديالو وما نعرف. دقيقه مامون دقيقه، سينون بوغ الوسمو ماني حنستعمل حتى حاجه، ما نخلط معاه والو ني فارينا ني حتى حاجه عادي كيما الونسي. هذا ما كان دوكا انا نزيدو ليكم عاطي ان شاء الله. فوالا البنات قلت لكم فوالا هنا بعد ما طميت العجينه ديالي، يعني شوفوا بول ديبو سافا العجينه طمت لي فاسيلمون ما تشقت لي ما حتى حاجه. بور لانستون دقيق بان لي مليح والله يعلم. دقيقه ماما دقيقه، وانا يا هدي هي لا فاصون تاعي كي نقطع سوا مبرجه سوا المثقبه ولا نقطعها جو بريفار هكذا ندير كاري ما نديرش من الوراء باش هكا ما نخسرش الجوانب ما نقعدش نعاود نعجن في العجينه ومن بعد تولي تعلق. الوغ جو بريفار نعجنها مره واحده نقطعها دي كاري وهي فرات، واللي تحب تقطعها بيان سور مقروطات ولا يعني كيما تحبوا نتوما. انا توجو نقطعها هكذايا افون كنت نقطعها مدوره نديرها بليتو مدوره ومن بعد نقعد نواسي في الوسمو. ما خرجتش عليا بزاف ما نكذبش عليكم باسكو كنت نخسر الجوانب ودي فوا كنت نعاود نرميهم ما نكذبش عليكم باسكو علاش يولو يتعلقوا سورتو كي ندير وسمو ندير مبرجه ولا. وهنا نعاود نسكمها هكذا كيما نسكمو المقروط ولا عادي ونطيبها. فينا مول البنات درت لها غير الملح وزيت زيتون، ما حبيتش نزيد لها الماء زهر باسكو خفت يبدل لي لوغو تاع زيت زيتون، يعني خفت باسكو انا عندي ماء زهر قاطع المقطر ماشي هذاك تاع القراعي ولا سي بون. درت الطاجين تاعي يسخن لي ونبدا نطيب فيها. فوالا شوفوا السمك ديالها توجور المثقبه تجي شويه خشينه بارابور للبراج. فوالا هاي ليك دوكا انا نطيبها نولي ليكم من بعد ان شاء الله. يعني شوفوا سبحان الله في 5 دقائق برك حضرت العجينه تاعي حنطيبها، يعني حاجه ما تشد ليا سي بوغ سا نقول لكم توجور ما تخلوش روحكم غير قاعدين وفشلانين وكسلانين وهذيك الكآبه على نفوسكم. نو لازم تنوضوا كما تقول ماما تنفضوا الغبار على عمركم تو سامبلومون. هيا نتلاقاو من بعد. ودوكا راني وليت لكم هنايا، هاي ليك المثقبه ديالي مبسس ولا كل واحد كيفاش عيط لها كيفاش جات شهي. وانا نحبها هكذا حميمره ما نحبهاش يعني طيبه عافيه، نحبها طيبه مليح. هنا باش تحصلت عليها هكذا خليتها طيب في غردها بتي ا بتي فو وخليتها طيب مازال ربع حبات راهم يطيبوا وهي فرات. بون درت كونتيتي صغيره ما يلزمش ندير حاجه كبيره بزاف. وهنايا راني حنحضر لاباط تاع كيش، هاد لاباط لاغوسات بزاف بزاف ناجحه. واش نستعمل فيها؟ نحتاج هنايا 250 غرام تاع لافارين و 125 غرام 125 غرام تاع لامارغارين فلوريال بيان سور، ونحتاج حبه بيضه والملح ونلم العجينه ديالي هاد ما كان يا البنات. نديروها في الفريجيدار من تحت بيان سور تريح بوندون نص ساعه، ومن بعد نحلها في البلان دو طرافاي ديالي ونديرها في لو مول. مول انا حنديرو ماشي انديفيديوال ماشي صغار، حندير في مول كبير على جه. ولا فارس ديرو نتوما واش تحبوا. انا اليوم ان شاء الله راني حنديرها بلا فيونداشي، ويعني دوك نوري لكم لا فارس اللي حندير لا فيونداشي اي لا فيونداشي فوالا لا فيونداشي اونيون وندير الكريم السائله تاع اوبلام
فوالا البنات هذه هي، وهاد لاكيش تاعي راني رايحه نرافقها بلا سوق تاع الكابويا، كنت ديجا بارطاجيتها معكم، بزاف بزاف بنينه وفيها منافع بزاف بزاف كبار، سورتو في لا سيزون تاع دوكا البرد، ولا لازم نبروفيتو من الكابويا، سواء في الطعام سواء في المرقه تاع الشخشوخه ولا سواء ان سوب، تجي بزاف بنينه بالبولي بيان سور، والبصل والملح والفلفل الكحل، هذا ما كان والزيت يعني ني موا ني بلوس. زيتو البنات توجور لازم نعودوا ولادنا على الخضر، لازم باسكو فيهم بزاف الكالسيوم، من الكالسيوم قلت لكم ديجا ماشي غير في الحليب مام في الخضر. وهذه لا كيش ثاني راني رايحه نغابي فيها حبه زروديه فوق لا فيونداشي، هذيك زروديه هي حتعطي بنه، السر ديالها حتعطي بنه ولا اروع، يعني تزيد واحد البنه في لا فيونداشي بزاف بنينه. انا هضرت بزاف دوك هذيك البنات، ندوز نحضر لاباط تاعي نديرها في الفريغو ونولي لكم ان شاء الله من بعد، راني غير نولي لكم على بالكم، كنت بدابيا نحكم الكاميرا ونصور، مي اليوم كوم راني نصور بلا نوفل كاميرا تاعك، شغل حابه نجربها هكا ونشوف كيفاش بها لو فلوغ، يعني كيفاش حيخرج لي. ابخي نكسرو في لي كومونتير وقولوا لي رايكم نتوما. هيا توتالا فوالا البنات، هذه هي لاباط اللي تحصلوا عليها، بيان سور ما تجيش حكمه روحها 100%، مي مع لو بوغ هذاك كي نحلوها بالحله راهي حتتحنى فاسيلمون، مي شنو ما تزيدوا لها حتى اضافه ني حليب ني حتى حاجه باش تعطيكم هذيك القرمشه وتجيكم بزاف بزاف بنينه. وتوجور نقول لكم لاباط كيش ما لازمش تعجن، تلموها برك، ها لا بروف لمتها برك، يعني رفتها برك هكا بصبعتي ودرتها في لو بابي هذا في لو ساشي تاع كونجيلاسيون، لا بابي في نتوما واش تحبوا. ودوكا نديرها في الفريجيدار نخليها تريح تعاود تحكم روحها تجمد هذيك لا مارغارين، ومن بعد نحلها بالحلال وندير فوقها لا فارس تاعي وندخلها الطيب، يعني ومن بعد ان شاء الله نورمالمون نكمل لكم لا سويت ديالها كيفاش درت. مي سينون راهي فيها لا مارغارين، يعني هذيك لا مارغارين راهي تحكم لكم فاسيمون وتجي بزاف بزاف بنينه يا البنات، جربوها هذه بزاف ناجحه بزاف هذه الوصفه. زينو هنا البنات دوكا ديك بنتي رقدت دوكا وقت لاسيست ديالها، هذاك هو فطرات لعبت دارت كلش دوكا ديك رقدت لي، قلت جو بروفيت انايا ميو كو ما نرقد نقص حاجه، حبيت نخمل هاد التيغوار هذايا تاع الميك اب لان دايره فيه كامل الماكياج ديالي كيما راكم تشوفوا. بون الحاله اللي راهي شويه مخربه هكا، انا شويه خربتها هنا كيما راكم تشوفوا، مع صباح كي نكون ماكي ولا سينو هنايا لا بلوبار بنتي ولا تحلو لي راكم تعرفوا كيفاش. مي بون قلت انا اليوم راني حندير له تنظيف عميق هذا القجر، باسكو علاش بروميرمون حنبدل هاد لي رونجمون حنحيو ما خرجوش عليا، شوفوا كيفاش تحب يعني ما كاش بوسيبيليتي كيفاش نحطهم مرتبين راكم فاهميني، معناتها دوكا دوك نحيهم ميم لي بارفان تاعي لي زوريجين وشوك شاني رميتهم ابار هادي لقيت لها بلاصه، مي سينو هادو كاع دوك نحيهم وراني حنرمي كلش. بون ماشي لي بارفان البنات، لا لا الميك اب الماكياج راني حنرمي، باغ اكزومبل انا نستعمل بوكو بلوس لي غيسي، عندي بزاف لي غيسي مايبولين بليتو هادوما، هادو جو في لي غاردي بيان سور اذا مازالهم جدد. مي سينو لي باليت لي وليت روماركيت هاد ليامات راني نوتيليزي بوكو بلوس غير هادي فوالا، باسكو فيها لي كولور شابين، مي سينو راني حنكاردي حاجه حاجه والباقي حنرمي كلش، منكدبش عليكم مانيش حنكاردي لازم ننقص، باسكو سا صرا غيان نشري بزاف هاكا، روماركيت بلي جبت معايا بزاف تخوسو ورميت وزدت شريت بزاف ومازالهم محطوطين. ويا يفالي شوفو نعطيكم نصيحه توجور يا البنات، فلوس مو في الماكياج جامي تدو معاكم قنطار تاع ماكياج، يعني جو فوا با حنايا دي فوا العرايس نكونو نجهزو ما نفهموش رواحتينا والله العظيم، ودي فوا ما ناخدوش الراي الكبير ديالنا، يقولون انا ماما تقول لي دير غير حاجه حاجه، نو حنا دينا بالدوبل ودينا كوم سي الحوانت حيغلقوا ابخي لو مارياج، ماناش حنزيدو نخرجو ماناش الوغ لا اللي حنا خدامين ما عندنا ما نهضروا، يعني انا كل يوم في الزنق وانا نشوفوا كل يوم حاجه جديده وتسيبونا ندخلوا للدار يا لو كام ان غيسيل ولا فاغا بوبيير ولا راكم تعرفوا كيفاش، يعني ادوا حاجه حاجه باغ اكزومبل كيما لو فاغاجو، حاولوا تدوا باغ اكزومبل هكذا كيما هاديه تاع روبي روز بزاف هايله فيها دو تانت فوالا دو كولور باغ اكزومبل كيما باليت، حاولوا تدوا معاكم عفسه خفيفه هكذايا، وحده تاع الصيف وحده تاع الشتاء با بلوس، ما تدوش 1000 باليت كيما انا ديت معايا لي باليت وكاين اللي مديتهم لختي كاين اللي مديتهم، كيما هذه فيها كامل هايلايتر فيها
الفراج بليتو، عندي كيما هاديه، عندي كيما شوكولات هاديه توفيس هادي، عندي هادي سبيسيال غير الهايلايتر هادي كابا هبطوها لي شاتها لي ماسيور، انا كنت جهز. عندي هادي ريفوليسيون هادي تاني دخلت لي كادو في لانيفرسير، وعندي يعني عندي لي باليت بلا فايده. الوغ انا واش نقول لكم، ادو حاجه برك سيتو، سينو راني حنعاود نفيدي كامل هادوما، تكون شوف لي كريم لي بالك ضروري ريحتهم ولا نرميهم، يعني حنرمي تو سامبلومون حنرمي ميم لي فيرني حنقص تاني كلي مانيش ندير فيهم. ومن اللور راني دايره تو سكي بابي وهادوما حل، هادوما كيما تاع لي شاك تاعي تاع لي بانك وتو سا، هادو كاع تو كنعاود نخملهم كامل ونشوف واش نرمي واش نكالتي ولا ميم هادوما لي بيجو تاعي تكون نحيهم منو يعني، ولا كارثه وراهم وسخ ما نكذبش عليكم، يعني راهو في حاله عندي يعني ما نهضر لكم. دوكا انا تكون نوريكم لي رونجمون، اصبر دقيقه نوريكم لي رونجمون اللي حني نستعملهم. شيت هادوما بون هاد الطابل دو نوي فيها مرايه فوالا جو بريبار هكا، شيت هادوما جي با تروفي. حنا يعني انا في الجي ما عندناش دي تروك كيما نشوفهم في ليترونجي، يعني سي غار وين نطيحو فيهم، مي شفت هادو ما قلت بالك هادو ديو لافير كيما نقولو حنا يسلكو. الوغ حنعمر قيس هادو برك شي 8 منهم وتوك نشوف كيفاش نستفهم، وفي نفس الوقت راني حابه نشوف تيغوار تاعي كي نحلو نشوفو فارغ ماشي معمر. وهي الحكايه كاع باسكو لقيت دي مارك جديد خرجوني حابه نجربهم، سي بور سا. وماركي ثاني ما وليتش الماكي كيما كنت افون، يعني كنت الفرا بوبيا وليت نو جوست اكرون توتال ولا كريم دو باس تاعي وتسيبوني ندير فراجو وهايلايتر سي بون، هذا واش وليت الماكي غيسيل هاد اليامات وليت ما نديروش، يعني كل مره كيفاش هادي هي. و بوغ لو بري تاع هاد السليلات هادو شيتهم 2500 الوحده، انا شيت 8. دوك انا نعاود نرتب هاداك التيغوار ونولي ليكم هكا باش نوري لكم هكا البنات. فوالا البنات هدا ونكمل، تقدو تقولو قعدت واقيل تقريبا ساعه نكذب عليكم ولا غير ساعه وانا مع القجر هذا، ومن بعد جي بروفيتي خملت ميم القجر التحتاني باسكو السليلات الكبار اللي كانوا في البروميير برومي تيغوار درتهم في لو ديرني تيغوار وحطيت فيهم تو سكي شوسيت. بون باش نوريكم يعني تقريبا فوالا تو سكي شوسيت اي تو، ولا دوزيام حطيت فيها تو سكي بوشيت كيما هادي يا البنات. هاد لابوشيت دونك كي جات عليا على الهضره هادي عزيزه عليا بزاف بزاف بزاف، شوفوا شحال شابه ما باش انا نشوفها شابه ما باش اذا نتوما تشوفوها شابه. هادي تاع التصديره تاع ماما، صدقوني بلي هادي عندها واقي اكثر من 30 سنه، وي تقدروا تقولوا كش 35 سنه ولا هاد لابوشيت ومازالها انتاكت. شوفوا ميم لي بير ديالها وحده ما طارت، ها واقي هنا اللي طارت وحده صح نو آه لا لا هي هكذا، شوفوا وحده ما طارت بزاف بزاف شابه. اي ابري انا واش درت كي كنت نجهز ديتها معايا في تروسو، قلت لها باسكو هادي افيك ان روب دو سواري ولا هكا يكون عندي عرضه انصومبل نوار ولا، اللي ترو ترو بيل بورتي. وسبحان الله تو سكي كيما يقولوا دي مودي روفيا على مود ان جور، هادي معروفه يعني ولات على مود، مي امبوسيبل مستحيل نلقاو هاد الموديل باسكو الموديل تاع لي زاني 82 هكداك 82 ولا 83 هكذا 82 هكذاك لي زاني، يعني شوفوا من 82 مازالها عايشه وانتاكت وماما تستحفظ. ولو كان نزيد نقول لكم لي بابي، شوفوا هاي لا بروف بلي قديمه، شوفوا الساشي هذا صافي دي زاني دي زاني راهو داخلو يعني باش تحكم لا فورم ديالها، وعندها مترتب وحط لكم لا بوشيت يعني جات سوجي برك وريت لكم، ومازال عندها لو تروك ديالها فوالا شوفوا مازالو ارجون ما حال مازال مازال هو هو ما تبدلش كامل سبحان الله. عم بالكم لي موديل اللي يخدموا فيهم دوكاتي تشريها بوشيت ولا كاين لي بوشيت شيتهم انا في عرسي غاليين، وما كان ما كان صدقوني باللي ما كان ما كان تشروهم 700 500 ديفو يلحقوا حتى مليون ونص بوشيت، والله العظيم ما سوليد كيما هادو. وهادي اللي ترو بال مخدومه بالارجون، وهادو ما لي بير بيوضه شوفوا كيفاش يبانوا لكم
بزاف بزاف شابه لي ديطاي ديالها. الو غادي عزيز عليا ان شاء الله باذن الله اللي ربي كتب ويطولنا في العمر مني انا تروح لبنتي هذه اليوم. فوالا هنا حطيت تو سكي بروشيت تو، وهنا حطيت تو سكي ستوك ديالي، هادو هما لي ستوك تو سا، ما داوش نشري زياده نخليهم هنا ونوريكم دوكا القطار تا. فوالا البنات شوفوا كيفاش استفتو وقولوا لي نتوما كيما لي فيرني عندي مرميت، ارميت لي فيرني لي روج علاف شوفوا واش كارتيت، ولو عندي ستة برك هدا ما كان باقي رميتهم كاع كامل سورتو تاع جولدن روز، لقيت ريحتهم تبدلت يعني دارت شويه الريحه ديالهم الوغ رميتهم. هادو ما لي الوسمو ديالي، هادي لي تاع لي بيجو ما لقيتش وين نحطها، بعد رومارك قلت انا راني نلبس فيهم ساعات نبدل الوغ حطيتهم لهنا قدامي خير. هادو مي بارفان كامل يعني فلي بارفان واش قعدوا لي البنات دوكاتك ولا تبان لي الحاله ماشي كيما كنت دوكا باش نشوف بارفان وخاصني ولا نحب نشي ان بارفان نعرف بلي واش ما عنديش. باغ اكزومبل لي بارفان واش قعدوا لي كيما هذا سي ان بروم بور لو كور، قعد لي هذا دي زوريجين، وهذا هاديه هادي قعد لي فيها غير شويه غادتني وما حبيتش نكملها خليتها سيفينير باسكو هادي سيتي لانيفرسير تاعي دارها لي مون ماري. مازالت لي هاديه هادي تاعي عزيزه بزاف عليا هي، وهادي لانكم هادي هادي ديجا تفكرني فيها ما تعرسي درتها، هادي لي درتها نهار عرسي تريزور تاع لانكم، هادي درتها لي لوستي كادو هادي، وهادي غوس تاني هي درتها لي كادو هادي مور ما تزوجت كي وحط ليها لا بروميير فوا رحت ليها عطاتني لو بارفان هذايا. الوغ عزيز عليا تصبريني تصيبوني بليتو نديرهم غير في لي زوكازيون، مي سينو هاديه ما نديرهاش ما نكذبش عليكم باسكو مازال لي حبتها تقعد لي. شوفوا مازالها وشابه لي طخو بال وما نيش حابه نخسرها باسكو علاش تفكرني في نهار عرسي راكم تعرفوا. فوالا سي بوغ سا ما نديرهاش تفكرني في لو ستريس تاع العرس تو سامبلومون. وانا حطيت توسكي لي ريسيل ديالي هادو اللي عندي اي لاينر هذايا اللي نديرو هنا لي بودغ لي بختوعي عندي بيوفي و كينان كان قلت لكم كينان كان. هنا توسكي فون دو تاع عندي غير واحد بيوفي فوالا، الاخرين ارميتهم كامل. واش تعني كو هنا في هاد السيره حطيت توسكي فيزاج باش هكا نتفاهمو، هنا حطيت توسكي هنا حطيت توسكي مام سانسكم الكاميرا باسكو راني غير نخلط، هنا حطيت لكم فوالا حطيت هنا توسكي عفسه لي كريم بور لي مام ابار هادي حاشاكم تاع لي بي تشققات هادي بزاف هايله كنت فت هضرت لكم عليها قلت لكم لي عندها تشققات في رجليها ولا بون انا ماشي تشققات مي كوم جو بور ترو لي باسكيت ولي كونفيرس يعني دي فوا ينشفوا لي رجليا من اللور حاشاكم من الوقيف واكم تعرفوا لي باسكيت وترو لي شوسيت ينشفوا رجلين. فوالا هادو لي فيرني هادو لي عندي كامل رميت كلش، هنا حطيت توسكي فيزاج، وهادو لي بارفان لي ميني مينياتور هادو ما دارهم لي بابا مازالهم هنا. هذا واش قاعد لي ديجا ما لقيتش نصهم كبير كاع ما لقيتوش، سينو هادو هما. وكيما تاع ادوبت قعدت لي غير هديه تاع نوي هديه تاع رحله لافاني ادوبت. قولوا لي البنات اذا تعرفوا وينهم يتباعوا ادوبت خلوا لي في الكومونتير باسكو هاد لي بارفان بزاف هايلين ويعني بورتاب تقدروا ترفدوهم معاكم خفاف فيهم 30 امل. هادو كنت نشريهم انا 140 الف دوكا ما على باليش وليت ما نلقاهمش كنت نشريهم من عند لا فورماسي. سينو البنات لو سوجي تاعنا تاع القجر شوفوا كيفاش خملتو رتبتو انا ويبان لي ولا مليح مرتب كل حاجه راهي باينه توسكي باليت فراج هنايا اي ما ظهري. دوكا نتوما قولوا لي اذا عجبكم هاد لو رونجمون هدايا، انا جو فوا كو سي براتيك هاد لي رونجمون عجبوني بروميرمون لا كولور تاعهم شابه كي تشروهم البنات ما تشوش باسكو كاين فيهم الفير الفيولي الروج الجون شو حاجه باهيه باش طوي لكم كي تحلوا القجر ما تغملكمش الحاجه مع لي كولور تاع الماكياج وهادو في البلون يا با ميو ميم يتغسلوا تري بيان. والرونجمون واحد كيما هذا كان عندي زوج دوكا في يدي تكسر لي واحد بورتو شيتو 150 الواحد يا بنات صدقوني وتكسر لي، وهذا سوليد على اللي كان عندي تاع 150 شيتو فسحتو هذا 29000 الواحد ولا 15000 الواحد يعني باش تشوفوا. وهذا فوالا نسيتو البنات اون توكا البنات انا نكلوتوري معاكم هنا لا فيديو تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبكم لو فلوغ جوزتو معايا صبحيه خفيفه ظريفه يعني ما حبيتش نطوله لكم بزاف بزاف بزاف. وخلوا لي في لي كومونتير قولوا لي رايكم على لو رونجمون اسكو عجبكم ولا لا لا، سينو عندكم دوتغ ايدي ولا خلوا لي في الكومونتير هكذا باش واحد نستفادوا من بعضنا.
ان توكا اذا عجبتكم لو فلوغ تاع اذا عجبكم لو فلوغ تاع اليوم عليكم الاشتراك بالقناه. ما تنساوش البنات الاشتراك وتفعيل الجرس باش اي فيديو يعني هكا نحط لكم ولا يلحقكم نوتيفيكاسيون. سينو البنات حطوا لي تعليق وديروا لي لايك باش هكا تدعموني باش انا نزيد نتحفز ونزيد ندير لكم لي فيديو ماخر. وان شاء الله لي فيديو الجايين ماجيين ان شاء الله حيكونوا ماخر وماخر وماخر. ديسي لا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في نفسكم بزاف 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 بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله مع ان فلوغ اخر. سلام البنات.